إبا وعضو مجلس النواب وأستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر. كنا سعداء جدا باستضافتنا ليها، وكانت من على المستوى الشخصي ليا أنا كانت ضيفة عزيزة جدا. دكتورة أمنة صباح الخير. طبعا دكتورة أمنة صباح النور. صباح النور وأهلا بحضرتك معانا، وصباح الهنا عليكم جميعا. صباح الخير الأحباء اللي في الاستوديو، وليك يا أستاذة إيمان صباح الخير على شعب مصر. صباح النور شعب على مصر. صباح أنت النور. بخير والله. طيب اوعى تقلق أو تنزعج من أي سحابة تمر علينا، هي تنقشع بظهور الشمس إن شاء الله. إن شاء الله. أنا سعيدة إن أنا بشارك معاكم يا أستاذة إيمان، اتفضلي. إحنا النهاردة بنحتفل بمرور 15 عام على المحور. أنا بقول لنا كل سنة وإحنا طيبين، وبقول لحضرتك كل سنة وإنت طيبة. كنت أحد أعمدة الضيوف الكرام اللي بيشرفونا هنا على مدار السنوات اللي فاتت. دكتورة أمنة نصير، ماذا تنتظري من قناة المحور في العام المقبل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كل سنة وإنت طيب يا محورنا العزيز، وأنا سعدت بالمشاركات الكثيرة مع المحور والله، سواء في الصباح أو في المساء مع أبنائي وبناتي الأعزاء جميعا، سعدت بكم جميعا. أتمنى للمحور أن يبقى دائما مضيء ومجدد ومتجدد في القضايا، وأنه يقترب من قضايا الإنسان والإنسانية، ويقترب يربط بينها وبين العقيدة والشريعة وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم الإنسانيات جميعا. أود أن يكون التركيز القادم على قيمة وإنسانية الإنسان الذي يعني الله سبحانه وتعالى خلق له هذا الكون وسواه له وأوجد فيه كل مقومات الحياة الكريمة. نتمنى أننا نعطي اهتمام للإنسان ولقضاياه ولرعاية الله له، لأن الله استخلفه في الأرض، ومن استخلف في الأرض لابد أن نوليه العناية والرعاية لهذه القضايا التي تجتاح خصوصا في هذه الأيام. أود من القناة أنها تعطي كل ما يحمي الإنسان في رأيه وفي فكره وفي قضاياه وفي مصالحه، وأن نقترب كمان وكمان. أنتم فعلا مقتربون من الناس، أنا أريد المزيد من الاقتراب والخوض في قضاياه، لأن التخفيف عن آلام الإنسان كان هي عظيمة في الدنيا وفي الآخرة. بشكرك جدا دكتورة أمنة نصير، بشكرك كنت ضيفتنا العزيزة، وبقول لك مرة تانية كل سنة وحضرتك طيب. طبعا كل سنة.